سلام الله عليكم مشاهدينا. تمر المنطقة العربية ربما بأدق مراحل التاريخ قسوة، فبعد مرحلة المد القومي العربي الذي نادت بالوحدة العربية والتحشيد الجماهيري للانتصار على اسرائيل والتضامن العربي، دخلت المنطقة في مرحلة الخوف على وحدة الدولة القطرية الواحدة من التفتيت والانقسام والاقتتال. وتصدر المشهد العربي وحش التطرف الذي اوغل بدماء ابناء المنطقه وهدم معالم حضارتها واثارها واستنزفت واستهدفت الجيوش العربيه التي كانت امل العرب في مواجهه اسرائيل تحديدا الجيش المصري والجيش السوري والجيش العراقي وخرجت دول عربيه كبيره من دائره التاثير في المشهد العربي فالى اين يمضي العرب واي مستقبل ينتظر المنطقه مشاهدينا هذه الافكار سوف نراجعها مع ضيف حلقتنا الدكتور خير الدين حسيب رئيس مجلس امناء مركز الوحده العربيه للدراسات الذي نحن الان موجودون ضمن مركز الوحده العربيه في بيروت. دكتور اسعد الله مساءك. اهلا وسهلا فيك اخ كمال حياك الله. دكتور سنبدا مباشره طبعا بحوارنا الذي سيتحدث عن الحاضر والماضي وايضا عن هذا المركز ولكن اريد بايجاز قبل ان نبدا بالحوار السياسي وهموم السياسه والمنطقه ان نتحدث عن مركز الوحده العربيه الذي نزوره الان. مركز الدراسات العربيه تاسس في آه اذار مارس 75. آه <applause> ولسوء الحظ بدات الحرب الاهليه في الشهر التالي وعقدنا اول اجتماع تاسيسي للمؤسسين في الكويت في كانون الثاني يناير 76 وتم تحويل المؤسسين الى مجلس امناء وتم اعداد النظام الاساسي والداخلي ووفق عليه ولكننا لم نتمكن من مباشره العمل في بيروت ففتحنا مكتب مؤقت لمده سنه للاسف في نفس السنه تم تعليق الدستور الكويتي بعد ان تم قبل تعليق الدستور البحريني وبالتالي اقفلنا المركز وفي اواخر عام 77 اوائل عام 78 هدات نسبيا الحرب الأهلية في لبنان أو هكذا تسمى فبشرنا في واحد واحد ثمانية العمل من بيروت وصدرت مجلة المستقبل العربي بعد خمسة أشهر أول عدد في أيار مايو ثمانية ثم صدر أبو الكتاب وحتى الآن أصدرنا حوالي 900 عنوان آه نقوم بندوات كبيرة وحلقات نقاشية أنشأنا عدد من المنظمات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المنظمة العربية للترجمة، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، وبعض الجمعيات المهنية على مستوى قومي، الجمعية العربية لعمل الاجتماع للبحوث الاقتصادية للعلوم السياسية وهكذا. يعني بدأ المركز مع الأزمات واستمر طوال هذه السنوات مع الأزمات العربية واكتسب المركز طابع نضالي ببقائه في لبنان خلال الحرب الأهلية لم نقفل يوم واحد ولم تتوقف المجلة عن الصدور ولا يوم واحد، وإضافة إلى حفاظنا على الاستقلال الفكري والسياسي نوشك الآن على تحقيق الاستقلال المالي إن شاء الله إن شاء الله أطال الله في عمرك دكتور وقواك إن شاء الله دكتور خير الدين نبدأ بالحديث عن المنطقة ونتحدث عن الراهن بداية كنا نتحدث عن فترة دكتور خير الدين المد القومي مرحلة الخمسينات 52 جمال عبد الناصر تضامن العربي الوحدة العربية على اسم المركز والآن بدأنا ندافع عن الدولة القطرية الواحدة أريد منك تشخيص عام لما جرى ولماذا وصلنا إلى هذه المرحلة شوف يعني بدنا نبدأ ب ما مر علينا خلال الأربع سنوات الأخيرة لما يسمى الربيع العربي أنا لا أسمي ثورة الثورة هي أكثر من انتفاضة طلب شروط معينة لا تتوفر فيما تم حتى الآن السؤال لماذا نجح الربيع العربي في تونس ومصر لم ينجح في سوريا لم ينجح في البحرين لم ينجح في اليمن إلى آخره أنا أعتقد فينا نتصور نوع من النموذج بالإنجليزي بسموه بارادايم هذا يعتمد أربع عوامل إذا توفرت الأربع عوامل هذه ممكن أن تنجح الانتفاضة إذا لم تتوفر سنشاهد ما العامل الاول هو كسر حاجز الخوف مم. في تونس محمد بوزيدي حرق نفسه هذا ولع آه الانتفاضه وكسروا حاجز الخوف فالعامل الاول توفر العامل الثاني تكون اغلبيه الشعب مع هذا التوجه مم. تونس مسلمين ومذهب واحد مالكي وكانوا كلهم مع الانتفاضة العامل الثالث أن تكون انتفاضة لا عنفية سلمية لأنه من تتحول إلى عنفية الدولة عندها وسائل عنف مبررات قانونية وعندها وسائل العنف أكثر والعامل الرابع والمهم موقف الجيش أن يكون إما محايد أو مع الانتفاضة والجيش في تونس كان محايد ونجحت الانتفاضة نفس الشيء توفرت في مصر كل العوامل كانت موجوده للانفجار لكن ما حصل في تونس ساعد في عمليه كسر حاجز الخوف وكذلك الشعب المصري كله كان مع التغيير كذلك الانتفاضه كانت سلميه غير عنفيه والجيش كان محايد بالبدايه ثم انضم في سوريا بدأت عملية مظاهرات محدودة في درعة اتسعت خلال شهرين ثلاثة لسوء تعامل النظام مع هذه الحركات استعملوا وسائل أمنية وخلال أول شهرين ثلاثة كان طابع سلمي عموما بعد شهرين ثلاثة هناك من يقول الدولة استعملت العنف ومن يقول المتظاهرين استعملوا العنف إنما تحولت تحولت المظاهرات إلى عنفية اللي قاموا بالبداية بقوا في بيوتهم وحصل ما حصل والجيش الحر وبعدين النصرة وبعدين كل الأشياء إلى آخره ف آه عنفيه وليست آه سلميه طيب دكتور خير الدين هل ترى انه هذا هذا كان تطور طبيعي ظرفي للمنطقه ام لا انه لا هناك نوع من التثوير جرى في البداية, البدايه العربيه البدايه كانت طبيعيه ما حصل في درعه اولاد صغار يكتبوا على الحائط الاجهزه الامنيه رد فعلها لكن استغلت هذه من قوة خارجية وقوة, وقوة, عربية إلى آخره ولتغيير النظام لتغيير النظام فما يقول النظام حول المؤامرة هو صحيح لكن هي بدان ابتداء لو النظام تصرف بشكل آخر ربما ما توسعت أو ربما كان ستتوسع في كل الحالات فالعامل الثاني وبعدين أغلبية السوريين ما كانوا مع الانتفاضة لا يعني أنهم مؤيدين للنظام كلهم لكن مش مؤيدين للانتفاضة والعامل الرابع والمهم الجيش مش مع مع المسلحين مع الانتفاضة فبالتالي لم تتوفر إلا عامل واحد هو كسر حاجز الخوف في البحرين اللي يقال 60% منهم شيعه آه كسروا حاجز القوف طلعوا مظاهرات الشيعة لكن غالبية السنة لم يشاركوا فيها وبالتالي غالبية الشعب لم تتعاون فيما بينها كانت سلمية لم يستعمل العنف لكن الجيش مو بس الجيش في البحرين لكن جاء جي الجيش السعودي وقمع وقف هذه الانتفاضه باليمن توفرت ثلاث عوامل فيما عدا الجيش الجيش كان مع علي عبد الله الصالح فيما عدا فرقه طيب دك... دكتور خير الدين لديك قلق على الدوله الوطنيه الواحده يعني نعم. ما يحكى عن تقسيم اليمن الان على سبيل المثال العراق سوريا هل ترى انه فعلا هذه الدول ستتفتت لديك خوف انا, أنا لا اعتقد هذا اولا بعتقد هناك ما تسميه صفقة أو تفاهم كبير إلى آخره تم بين أمريكا وتوابعها في الخليج وغير م. الخليج وتم بين روسيا وإيران وتوابعهم إلى آخره وبدأنا نشاهد وسنشاهد تباعا آآ آآ نتائج هذا الاتفاق بشكل تدريجي م. وبإخراج مدروس يبدأ من أوكرانيا أوكرانيا اللي كانت مشتعلة توقف النار إلى آخره إلى المنطقة عندنا إلى سوريا إلى العراق إلى حتى اليمن آه، سوريا بعد كل اللي قيل والمحاولات و... والائتلاف وكل الشيء إلى الآن أمريكا قالت هي لم تعد تستهدف م. ولابد من التفاهم كيري وزير الخارجيه لا بد من التفاهم مع نظام بشار الاسد المانيا لحقت بذلك وسنجد هذا تباعا حتى القوه المعتدله اللي قالوا انه سيقوم بتدريبها هي ليست لمحاربه النظام في سوريا هي يقولوا لمحاربه داعش وهي شو هي هاي القوه آه على مدى ثلاث سنين ألف اول سنه 5000 آه يعني ليس يعني هناك جدوى او جديه في هذا ابشر بطولي, بطولي سلامة ايام طيب دكتور آه ايضا كان من ضمن الملاحظات خلال السنوات الماضيه ونحن نجري الان جرده حساب بين الماضي والحاضر كان ملاحظ صعود التيارات الاسلاميه رغم انه هناك تيار قومي عربي كان موجود في المنطقه هل يمكن ان تعطينا راي لماذا لم يملا الفراغ التيارات القوميه او لماذا فشلت التيارات القوميه في استماله الشارع؟ اه خلينا نقول لماذا لماذا آه تقدمت حركات الاسلاميه والاخوان المسلمين بشكل خاص في الربيع العربي م. امريكا من سنه 2000 الى 2010 قبل م. ما يبدا الربيع العربي كانت تدرس التيارات السياسيه في الوطن العربي. م. ووصلت بنتيجه هذه الدراسات وقسم منها نوقشت في بيروت م. في سنه 2010 ان من التيارات المهمه او ربما التيار الاهم هو حركه الاخوان المسلمين التي تتوجه نحو الديمقراطيه وبالتالي وهي آه قامت باتصالات وتطمينات للامريكان فيما يتعلق بمصالحها فيما يتعلق بموضوع اسرائيل الى اخره. وامريكا مع تركيا اللي اردوغان يحلم بموضوع العثمانيه والخلافه والى وعنده خلفيه اخوان مسلمين والى اخره ومع تمويل قطري الى ف الاخوان المسلمين اللي كانوا يقولوا انه لن ينفردوا بالسلطه م. في مصر آه والى اخره آه راحوا آه رشحوا لرئاسه الجمهوريه كانوا يقولوا ما راح يرشحوا لها واستلموا السلطه م. ولو اعداهم آه رسموا لهم كيف يتصرفوا لما تصرفوا <تكلم> <applause> مثل أسوأ من ذلك إلى آخره، فصار في حالة هستيرية في مصر ضد الإخوان المسلمين ليس على المستوى الشعبي فقط لكن على مستوى النخب السياسية اللي بنعرفهم واللي كانوا يحاضرونا بالديمقراطية وإلى لا تتصور لا تتصور مدى الكراهية آه ل الإخوان, الإخوان المسلمين. المسلمين ومدى تأييدهم لسيسي بسبب الإخوان المسلمين طيب دكتور كيف ترى وضع مصر الآن حاليا آه يعني آه مصر ليست مهمة للمصريين فقط مصر مهمة للعرب صحيح وأنا أعتقد ما حصل عربيا والفراغ اللي تركته مصر منذ سبعين من السادات حتى الآن لم يستطع لا نظام عربي ولا مجموعة تنظيم عربي أن تحل محل. ولذلك عودة مصر العربية انتهمنا لكن أي مصر مصر عبد الناصر كانت شيء ومصر السادات ومبارك لم تحل محل وانكفأت يعني وكان مبارك في معظم الحالات يسوق السياسة الأمريكية في المنطقة آه موضوع السيتي وثلاثين يونيو وثلاثة 3 يوليو الى اخره هل هو كان انقلاب ولا كان ثوره الى اخره هذا ينطبق نفس الشيء على 25 يناير يعني هذه مثل مناقشه جنس الملائكه يعني هي انقلاب ولا ثوره يعني عربيا يتم التساهل في موضوع اطلاق الثوره كيف كان انما الان في رئيس جمهوريه خلفيه عسكريه آه يعني نتمنى نتمنى من كل قلوبنا ان آه تتحول مصر الى نظام ديمقراطي وتمارس الديمقراطيه هناك مخاوف الدستور اللي تم تشريعه في مواد صعب قبولها وغير موجوده في اي دستور ما معنى ان وزير الحربيه مثلا يعين لازم موافقه المجلس العسكري عليه <applause> ولا ممكن نطلع الا موافقه المجلس ما في دستور بالعالم في هذا آه قانون الاستثمار اللي صدر مؤخرا قبيل اجتماع القمه فيه تسهيلات تجاوزت التسهيلات اللي كان معطيها الرئيس آه حسني مبارك واكثر من هذا انه لا يمكن الرجوع عنها والى اخره يعني عندي تفاصيل يعني هذا هذه مراكمه اخطاء تماما كما راكم كم الاخطاء الاخوان المسلمين عندما وصلوا للسلطه اريد ان انتقل الى نقطه لانه الوقت يمر بسرعه دكتور خير الدين بعد اذنك هناك نظريه اليوم سائده تقول بانه هناك خطه ممنهجه لاستهداف الجيوش العربيه وليس من الصدفه انه الجيش السوري الان مستنزف الجيش المصري يستنزف الان في سيناء وفي شوارع القاهرة بالتفجيرات والاستهدافات. الجيش العراقي ايضا انت يعني خير من تعرف في هذا الموضوع، هذا صدفة دكتور؟ شوف هنالك مصالح مشتركة احيانا بين الولايات المتحدة وبين اسرائيل. م. اضعاف الجيوش العربية اكيد هو هدف إسرائيل م. الجيش المصري لحسن الحظ لا يزال محافظ على عقيدته وعلى تسليحه وعلى قوته. م. وفي توجهات الآن فيما يتعلق بالاتفاق مع روسيا فيما يتعلق بشراء طيارات فرنسية بتمويل مصري لكن بشروط سهلة فما لم يزج الجيش المصري في السياسة وأرجو أن لا يجد وأتمنى فلا خوف على الجيش المصري في موضوع التسليح وإعادة التسليح من سلاح أمريكي إلى سلاح روسي إلى آخره فيها مشاكل ويحتاج تمويل السلاح الجيش السوري لا شك يعني بهذه الحرب الأهلية استنزف لكن لا يزال الهيكل الأساسي ما يحتاجه هو إعادة تسليح لكن زاد تدريب التدريب خلال الحرب الاهليه مم. على نوع اخر من انواع الحروب لكن هذه الجيوش عفوا دكتور يعني يقال الان انها لم تعد قادره على مواجهه اسرائيل آه المهمه الاساسيه التي انشئت من اجلها شوف آه يعني الخساره الكبيره هو الجيش العراقي مم. الخساره الكبيره الجيش العراقي آه قبل الاحتلال كانت وزارة الخارجية الستيت ديبارتمنت هي اللي تهيئ لما بعد احتلال العراق كان عندها 12 لجنة مختلفة لكل جانب من الجوانب ولم يكن حل الجيش العراقي ضمن البرنامج قبل الاحتلال العراقي بفترة قصيرة اختطف الملف كله الى البنتاغون والمحافظين الجدد وكان منها حل الجيش العراقي بريمر قام بحل الجيش العراقي ادعى انه ما كان موجود جيش هذا غير صحيح كان هناك فيلقين فيلق في الموصل فيلق في الكركوك الفيلق ثلاث فرق وهذا الفيلقين لم يدخلوا الحرب لكن من بريمر حل الجيش العراقي شو بيعملوا كل واحد راح لبيته وتركوا الاسلحه الاسلحه قسم منها نهبت من قبل الاكراد من قبل نقش فندية من قبل بعض العشائر والبقيه باعوها سكراب وش مش بس هذا حل الاجهزه الامنيه الاخرى كذلك والغى وزاره الدفاع هاي من البدايه مش بس هذا لكن قضوا على الدوله العراقيه لمصلحه الدولة من دكتور دولة العراقيه لمصلحه من تصرفوا هكذا؟ نعم. انا بعتقد المستفيد الاول من حل الجيش العراقي هو اسرائيل, إسرائيل. لا عملوا شيء اخر اثناء وجودهم هو توسيع الطاقه الانتاجيه للنفط آه جابوا شركات نفط ووسعوا الطاقه الانتاجيه على اساس 12 مليون برميل يوميا في سنه 15 سنة العراق لا يستطيع ان يصدر هذا الكميه مم. ما يعني هذا انه انت تدفع تكاليف زياده الطاقه الانتاجيه لم تستطيع ان تستعملها وستصرف سنويا على استدامه هذه الابار الى اخره بعدين نزلوها بعد الضجه اللي اثاروها مختصين عراقيين بالنفط موجودين خارج العراق نزلوها الى ثمانيه وتنتهي في سنه عشرين وحتى هذه الثمانيه لا يستطيع العراق ان يصدق والان العراق مطالب بتسديد مليارات الدولارات م. لشركات النفط عما قامت فيه لتوسيع طاقه انتاجيه الان والان يستدين من البنك المركزي م. بسندات حتى يسدد لشركات النفط طيب دكتور ايضا من ضمن ملاحظات المرحله الحاليه او ما هو سائد في المرحله الحاليه المزري يعني في العالم العربي كما تعرف هو انتقال مراكز التاثير من دول عربيه كبرى يعني غياب تاثير المصري بسبب الاحداث الداخليه وما جرى فيها، غياب التاثير العراقي ايضا في المشهد العربي، غياب التاثير السوري بسبب الحرب الدائره في سوريا حاليا، وانتقل هذا التاثير الى دول لم تكن فاعله اذا جاز لنا التعبير ان نقول ذلك او دول صغيره بين قوسين قطر، الامارات هي من تقود الان المشهد العربي. يعني كيف ترى تاثير ذلك على مستقبل العرب؟ وهذه الدول التي خرجت من التأثير أيضا ستبقى خارج التأثير لمدة طويلة في الآية اللي تقول تردون إلى أرض العمر نحن عم نرد إلى أرض للعمري م. بغياب دور مصر بما حصل في سوريا باحتلال العراق وتدميره إلى آخره غاب القط فار فأصبح وزير خارجية ورئيس وزراء قطر ووزير خالد السعودية هم اللي يديروا الجامعة العربية والنظام الإقليمي العربي م. إضافة إلى وراهم أمريكا فحصل اختراق شديد لميثاق الجامعة العربية بإسقاط عضوية سوريا إلى آخره حصل مخالفة للميثاق والاتفاقية الدفاع العربي المشترك لأن بلدان الخليج زائدا مصر وايران مصر في زمن مبارك والاردن هم شجعوا وساعدوا امريكا في احتلال والجيوش الاخرى في احتلال العراق منين جت امريكا هذا في الوقت اللي اتفاقيه الدفاع العربي المشترك تنص على انه اذا دخل اذا هوجم بلد عربي لازم كل الدول العربيه تساعد هذا الدول صار العكس انه هم سهلوا ومنين طلعت الطائره؟ طلعت من قطر ومن البحرين ومن الامارات والسعوديه والى اخره ف حسني مبارك بعث ابنه في زياره سريه مع رساله بيقول له ان العراق عنده مختبرات متنقله لصنع الاسلحه الكيميائيه وتبين الكونغرس الامريكي بعد الاحتلال عمل لجنه تحقيق هل لدى العراق اسلحه دمار شامل؟ هل هو كان عنده قاعده والى اخره ومنشور التقرير موجود عندي آه لا لا يوجد اسلحه دمار شامل ولا كان موجود ارهاب وقاعده والى اخره هذا جاء مع الاحتلال قبل يومين قبل يومين ال رئيس أوباما قال الاحتلال الأمريكي هو سبب قيام داعش في العراق طيب دكتور خير الدين حسيب سنتوقف مع فاصل قصير ثم نكمل في هذا الحوار أيضا سوف نتحدث عن المشاريع الأقليمية أو المشاريع الدولية التي تتصارع في المنطقة العربية ودور العرب فيها أيضا سوف نتحدث في نقطة رئيسية بعد الفاصل تتعلق بآفة التطرف والإرهاب الذي تضرب المنطقة بعد الفاصل إن شاء الله من جديد مشاهدينا في هذا الحوار الخاص مع الدكتور خير الدين حسيب رئيس مجلس أمناء مركز الوحدة العربية للدراسات دكتور خير الدين يعني أيضا نأخذ بريك يعني كما يقال أو استراحة بالحوار بعيدا عن ال ما سنطرحه في المحور الثاني أيضا مركز الدراسات الوحدة العربية أصدر مجموعة من الكتب القيمة في سنة 2015 كان من ضمن هذه الكتب كتاب للدكتورة بثينة شعبان عشر سنوات مع حافظ الأسد صدر أيضا في نفس التوقيت كتاب الرواية المفقودة للأستاذ فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية العربية السورية وكان هناك كتاب قد صدر لعبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية في زمن الرئيس حافظ الأسد أصدر مذكرات أيضا وأنت تابعت الثلاث كتب بطبيعة الأحوال وأريد أن يعني أسمع منك الفرق بين أو ما قيل حول هذه الروايات الثلاث فيما يتعلق باحداث المنطقه ليس فقط فيما يتعلق بسوريا. يعني الكتب الثلاثه تختلف في المواضيع اللي غطتها. اهميه كتاب الدكتور ابو ثينه شعبان انه كان يسند الى وثائق الاجتماعات الثنائيه بين الرئيس حافظ الاسد والجانب الامريكي بمراحل مختلفه. وهي كانت مترجمة وكانت تعتمد على الوثائق وكانت تعطي رأي تحس منها مشاعرها وين توجهها فيما عدا نقطة فيها خلاف أشارتها هي دون الاعتماد على وثيقة فيما يتعلق بموضوع دخول إعطاء الضوء الأخضر للجيش السوري لتصفية آه عون إلى آخره آه رواية مختلفة بينه وبين آه فاروق الشرع الأخ الأستاذ فاروق الشرع مم. لكن تعطي انطباع أن الرئيس حافظ الأسد بقرارة قلبه لم يكن راغب في توقيع اتفاق مع إسرائيل مم. وهي شعورها بنفس الشعور آه مذكرات ال آه، الاستاذ فاروق الشرع تحس انه مخلص فيما يقول آه، متواضع غير مدعي كشف جوانب آه، لا علاقه لها بمذكرات الدكتور اسمه ومن تقرا مذكرات آه، الاستاذ عبد الحليم خدام اللي آه، كانت تجمعني معه للاسف صداقه كثير للاسف بتحس فاروق الشرع كان يحاول يقوم بمسعى الاتحاد بين سوريا والعراق والاردن سادة عبد الحليم خدام من الثمانينات الى 2003 كان يتآمر مع ايران لاسقاط النظام في العراق هذا كان هناك تيارات يعني مسارات آه وجهة نظرك. آه فهذا الازدواجية هذه الازدواجية آه يعني شيء محزن شيء محزن ولعب دور سلبي في اشياء محاولة في عام تسعين أنا كنت الوسيط فيها بعد انتهاء الحرب آه على العراق. آه في كان الثاني يناير 91 بعد شهرين ثلاثه ا آه رساله من الاخ المرحوم الدكتور سعدون حمادي كان رئيس وزراء اللي هو الرئيس صدام حسين يحب يشوفك رساله آه ما تثير اي مخاوف بس قال انا ما يعرف ما يعرف هو فاستشرت بعض الاخوان القريبين بما فيها القياده السوريه فشجعوني قالوا ما يعتقدوا في خطر بعدين كرر الرساله مره ثانيه الدكتور سعدو فرحت في تموز 91 تموز يوليو 91 والتقيت مع الرئيس صدام استقبلني استقبال حار الى اخره بس كنت قايل ما حد يفتشني اذا حد يفتشني ارجع ففعلا بقينا ساعه ونص الى اخره و يعني تكلمت معه بصراحه وانه هو لا يعني لم يكن يفهم ما حصل في السياسه الدوليه وحتى اقليميا الى اخره وبالتالي وقع باخطاء كثيره فسال شو الحل؟ شو الحل؟ فقلت له في ثلاث سيناريوهات السيناريو الثالث هو اقامه وحده اتحاديه بين العراق وسوريا والاردن وفلسطين مه. تكون مفتوحه للدول العربيه الاخرى اللي تشاء وان يخصص العراق عائدات مليون برميل يوميا، لكن الوقت تطلع لها حوالي 5 مليارات سنويا. لمساعدة مصر حتى تتخلص من الضغوط الأمريكية ولمساعدة سوريا والأردن لتقوي جيوشهم والباقي تخصص لإعمار الدول العربية الفقيرة الصومال موريتانيا إلى آخره إلى آخر. بعد يومين خبرني الدكتور سعدون حمادي أن الرئيس فضل السيناريو الثالث وذكرت انا هذا الاتحاد الفيدرالي بيكون له مجلس لأول فتره انتقاليه خمس سنوات كل واحد يرأسه لمده سنه وانا اقترحت عمدا حسب الحروف الهجائيه اللي راح تعني الرئيس حافظ العسد راح يكون اول واحد فرحت الى سوريا ها فطلب مني انه ما ابحث الموضوع مع م. الاردن بحثوا مع الرئيس الاسد مباشره وما يعرف حد اخر به فشفت عبد الحليم خدام قلت له يعرف شو قلت له للاسف الشديد لا, لا استطيع اخبار لا استطيع فحاول كثير فبقى على خاطره والى اخره فشفت الرئيس الاسد ثلاث ساعات ونص من اخره وانا كنت اشوفه مرارا يعني وفي علاقه وديه يعني اخذ حريتي في الكلام معه حتى اكثر مما انا اتكلم معك مه. الان الى اخره. وعرضت عليه المشروع. آه طبعا انا ما كنت اعرف شو عم يعمل عبد الحليم خدام. يعني كان حيحاول يتامر مع ايران لاسقاط النظام في العراق ما كنت اعرف هذا الشيء. فقال لي هذا موضوع لا استطيع ابد فيه في وحدي لازم أستشهد القيادة وأنا راح أبحث معهم وأبعث لك خبر طيب هذا التاريخ وتوفى ومن بعث لي خبر طيب يعني دكتور خير الدين في مذكرات لأنه عندي نقاط كثيرة أريد أن أطرحها لكن في مذكرات الأستاذ عبد الحليم خدام ذكر محاولة إيقاف الحرب بالستة وثمانين هذه اللي هذه لها علاقة فيك بشكل سموها شخصي إيران جيت <applause> آه أنا ذكرت تفاصيلها نحن عملنا ندوة <applause> في القاهرة بعد ثلاثة أشهر في نيسان 91 بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب حول آه أزمة الكويت أزمة الاحتلال وتداعياتها عربيا وشرت لها دون ذكر بعض الأسماء ستة آه وثمانين حست امريكا وايران وسوريا والسعوديه ان الحرب تطورت خارج اكثر مما هم يتوقعون وحققت غرضها استنزفت ايران استنزفت العراق فاتفقوا على ان يتم استبدال راس النظام فقط صدام حسين و آه أن لا يحل محل نظام إسلامي وسوريا لتكون لها اليد الطولة في اختيار الرئيس واتفقوا حتى على الفصل ما بين آه الجيش العراقي والجيش الإيراني والمواقع اللي يكون فيها جيش السوري والجيش السعودي إلى آخره وإسقاط الفاو كان هو جزء من المخطط حتى الجيش يعمل انقلاب على آه الرئيس صدام حسين سقط الكويت لكن الجيش ما عمل انقلاب وكان راحوا بالتفاصيل الى حد الاتفاق من يحل محل صدام حسين ف... ومن كان سيحل محل صدام حسين <applause> فانتهوا الى اثنين محمد حديد وانا الرئيس آه حافظ الاسد آه كان رمى ثقله معي وكان الخيار واحد الاصدقاء الجزائريين يعني الح علي في مقابله شخصيه بريطانيه تبين فيما بعد هي العلاقه بالمخابرات البريطانيه وجدت عندنا في المكتب هناك الى طبعا هذه المعلومات لاول مره دكتور آه. خير الدين تقال على وسيله علاقه الموضوع قلت شوفي اذا كان الخيار بين أمريكي حصان امريكي وبين صدام حسين انا مع صدام حسين مه. الى اخره وطردتها حاول حاول جهه اخرى شو اسمه لكن هذه عملت لي مشاكل مع المرحوم صدام حسين ما يعني ما ما يعرف شو موقفي ما يعرف الى ان اتضح فيما بعد بعد احتلال العراق مه. دكتور نعود إلى الراهن التطرف وداعش حاليا هذه الآفة التي تضرب المنطقة لماذا توجهت يعني ظهرت هذه الظاهرة مباشرة ظهر التطرف بعد ما سمي بالربيع العربي أو كان مفروض الربيع يأتي بالديمقراطية وحرية وتقدم وعدالة اجتماعية وإذ به يأتي لنا بداعش ما هو التشخيص قبل يومين الرئيس اوباما قال الاحتلال الامريكي هو السبب قيام داعش قال نحن جبنا القاعده والقاعده تحولت الى داعش انا اعتقد داعش يعني كان شجعت وسلحت ومولت لتحقيق غرض اضعاف سوريا ما بعد <applause> العراق وعدت غرضها وبعدين هم كل اللي عندهم الاسلاميين بعثوهم للمحرقه السوريه اللي هو اكثرهم ماتوا راح يموتوا الى اخره انا اعتقد داعش بنفس السرعه اللي ظهرت راح تزول وتنتهي لا اتوقع لا توقع تستمر اكثر من هذه نهايه هذه السنه الحاليه طيب دكتور ترى انه في اراده دوليه عم. حقيقيه هل ترى ان هناك اراده دوليه حقيقيه للقضاء على داعش؟ مش الاراده الدوليه لانه لتفادي خطرها عليهم لانه اللي عم يرجعوا عم يقوموا اعمال في فرنسا وفي بريطانيا وفي غيرها في امريكا حيحاولوا ف يعني يريدوا يتخلصوا منهم ويحاولوا الان يضغطوا على تركيا لهذا المجال انا أعتقد سوريا طلعت من المازق سوريا عنغرق. خرجت من المازق امريكا قالت أه نحن لم يعد أه اسقاط بشار الرئيس بشار الاسد هدف في لحقتها المانيا قبل يوم يومين يعني نفس الشيء آه طبعا تصريحات امريكيه اخرى يقولوا نحن لن نتفاوض مع الرئيس ومش بالضروره هم يتفاوضوا غيرهم يتفاوضوا بعدين هم احيانا بعض الاشياء بحركوا دول اخرى م. يعني فجاه بنشوف السويد وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وعبد تلحقها يعترفوا بالدوله الفلسطينيه آخر. و يعني شو شو الشيء الجديد اللي صار خلوه في امريكا تمهد تمهد ل مشروع ربما تعرض موضوع القضيه الفلسطينيه على مجلس الامن وتاخذ قرار باعتراف بالدوله الفلسطينيه والى اخره ربما انا ما طيب دكتور آه، الدور التركي في المنطقه العربيه كيف كيف تراه حاليا؟ يعني هو خلفيتهم إخوة مسلمين لكن على الطريقة التركية مع الحفاظ على نوع من فصل الدين عن الدولة والألمانية لكن عم بيرجعوا المظاهر تدريجيا وكان يحلم المشروع الأمريكي مع تركيا مع مصر مع تونس وسوريا أحد الأسباب هو محاولة إعادة الإخوان المسلمين إلى سوريا إلى آخره، فبصير آه إخوانة المنطقة يعني آه هلال طويل عريض اسلامي وهو الخليفة إلى السؤال هو قبل ما تصير هذه الأحداث طب تركيا كانت مع سوريا عاملة أنواع الاتفاقيات، شو اللي تغير بالنظام السوري حتى ياخذوا هذا الموقف الجديد؟ ليه ما يتغير شيء بالنظام السوري اي كان ملاحظات طب اذا الهدف لا الهدف كان مع امريكا امريكا هي تبنت سياسه دعم الاخوان المسلمين الإخوان المسلمين راحوا صدقوا الى اخره لكن فشلوا في السياسه هذا وامريكا تراجعت امريكا يعني نحن عملنا عدد من الدراسات كيف يصنع القرار في أمريكا في بريطانيا في فرنسا إلى دول كبرى بالنسبة للعلاقات معنا أمريكا لا تعتمد على سيناريو واحد إذا فشل واحد تلجأ إلى حتى مساءات. خيارات لا. خطة تأليف وخطة باء وخطة جيب وإلى <applause> نحن للأسف للأسف الشديد في تخلف فكري وسياسي مش بس عند النخب الحاكمه معظم نخب الأحزاب باستثناءات قليلة نخب الصحفية إذا تقرأ أحيانا مقالات وتعليلات لا أنزل الله فيها من حال تردي في كل المجالات دكتور الحوار الإيراني الأمريكي والحديث عن اتفاق هذا كيف سينعكس في ملفات الساخنة والنقاط الساخنة في المنطقة العربية أنا, أنا أعتقد سينعكس, سينعكس إيجابا على سوريا <applause> السعوديه بعد وفاه الملك عبد الله الامريكا سلمت الملف السعودي وبجيبها الورقه السعودية عن طريق محمد بن نايف وهي اللي رتبت العلاقه ما بين الامارات والسعوديه بعد ان كان متوتره بعد الملك عبد الله فالخليج آه مرتب وضعه آه انا بعتقد العراق حسب التقرير المفصل الذي نشرته انترناشونال نيويورك تايمز يوم 6 اذار مارس الحالي ان هناك اتفاق ضمني بين الولايات المتحده وايران على ايران ساعد امريكا في العراق فيما يتعلق بداعش لأن امريكا لا تستطيع ارسال قوات بريه وهم عم هم اللي نظموا ما يسمى الحشد الشعبي ميليشيات شيعية وعندهم مستشارين. تعتقد أنه هذا سيتكرر هذا النموذج في سوريا؟ لا, لا أعتقد. التعاون في سوريا؟ لا لا, لا أعتقد سوريا تحتاج إلى هذا. سوريا يعني عم بتم عن طريق حزب الله. فالتنسيق ما بين. الايرانيين والامريكان في العراق عم يتم اما من خلال الجانب العراقي او من خلال وسائل في موجات مع الراديو اللي يستعملها الطرفين كل واحد يقدر يسمع الثاني وهكذا من الاشياء ماذا بعد هذا غير واضح ماذا بعد هذا ماذا بعد ان يتم الاتفاق بين امريكا وايران ماذا سيتم في الخليج أمريكا عم تحكي على مظلة نووية يضحكوا على الخليجيين مظلة نووية حتى يبيعوهم أسلحة جديد والمصانع مالتهم تشتغل الخوف الخوف ليس من القنبلة النووية الإيرانية الخوف هو أولا والسبعة ده لخلال عشر خمسة عشر. الخوف من القنبلة النووية الداخلية الخليج دول مجلس التعاون الخليجي ثمانين من السكان هم غير عرب تسعين بالمئة من القوى العاملة هم غير عرب خلال عشر 15 سنة باسم حقوق الإنسان هذول سيعطون إقامة دائمة وأولادهم يصير يعطون جنسية وبعد عشر 15 عشر سنة حق تقرير المصير هذه الدول تصير غير عربية وتصير عندها مشكلة أكبر من مشكله فلسطين، هذه هي القنبله النوويه الحقيقيه بالخليج اللي ما طيب آه سؤال اخير دكتور خير الدين حسيب ستتابع القمه العربيه بعد بعد ايام؟ القمه العربيه ستتابعها؟ نعم آه شو شو شو, شو كيف تراها؟ الها قيمه القمه العربيه الان في ظل هذه الاحداث؟ اي لقاءات ما بين القيادات العربيه مفيده تكسر حاجز ال الابتعاد حاجز بس الانتخاب. عم تزيد الانقسام دكتور نعم القمم العربية تزيد الانقسام العربي ولا ولا تحول شيء أنا بعتقد بعد ما حاول كل واحد يعني صرخ بالشيء اللي كان يعتقده إلى آخره واستنفذوا فيها لا السعودية تقدر تحقق شيء ولا نعم. قطر تقدر تحقق شيء وبالتالي سيرجعوا واتمنى يرجعوا الى مصر ويساعدوا مصر ويقووا مصر ويسلحوا مصر لانه هي الامل. اشكرك جزيل الشكر دكتور خير الدين حسيب رئيس مجلس امناء مركز الوحده العربيه للدراسات، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، الحقيقه يعني هناك كثير من الاسئله وربما كل نقطه طرحناها تحتاج الى كثير من البحث ولكن استفدنا من وجودك شكرا. معنا عبر شاشه شكرا. الميادين، اشكرك جزيل الشكر. للميادين على هذه المقابلة وهذه الفرصة شكرا جزيلا لك مشاهدينا شكرا للمتابعة والى اللقاء